بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، في صلاة أثيرة في مكتب الدعوة بالدواب من حول أحد الهنود أثار شبهة، يقول هل الموتى يسمعون؟ وإذا كانوا يسمعون هل هو يعني يكون سماعهم في مكان مخصوص، في مواضع مخصوصة مثلا، أم سماع عام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان قال إنه ليسمع قرع نعاله، يعني المصرفين عنه، وهذا سماع حال الدفن. ووقف صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على قتل قريش في قليل بدر، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. ولما راجعوا الصحابة في ذلك قال ما أنتم بأسمع بما أقول منهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحيحه وضعيفه، منهم من ضعفه وإذا كان ضعيفا فلا دليل فيه، ومنهم من قال إنه حسن، ومنهم من صححه. فنقول ما جاء في السنة نعتقد، وما لم تجب في السنة نقول الله أعلم. لكن على فرض أنهم يسمعون فإنهم لا ينفعون غيرهم، يعني بمعنى أنهم لا يدعون الله له ولا يستغفرون الله له ولا يسألون الشفاعة له، وإنما قلت ذلك لئلا يتعلق هؤلاء القبوريون بما قلت ويقولوا ما داموا يسمعون إذن هذا من أولياء الله نسأله أن يسأل الله لنا أو أن يشفع لنا عند الله، فهذا غير واحد أصلا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع عمله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف لأمته العلم العظيم الذي يعمل به كل أحد ومن الأمة المجيبة للدعوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا أحد ورث للخلق علما ينتفعون به أكثر مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.